السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقارعة دعاة الباطل المستهزئين بالدين ودعاته، هل ذلك من الانشغال بما لا يعني؟ وهل ذلك داخل في قوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطالب به كل مسلم، هو ما يعنيه وهو مسؤول عنه أمام الله جل وعلا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هو مطالب بالأمر والنهي. ولولا هذه الشعيرة لما كان لهذه الأمة مزية وخصيصة على غيرها من الأمم. أما كونه لا يعنيه، لا يعنيه الأمر، وهو مسؤول عنه أمام الله جل وعلا إذا رأوه يرتكب المنكر ولم ينكر عليه. وما لعن بنو إسرائيل إلا لتركهم النهي عن المنكر، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. والله المستعان. في الدرس الماضي واحد سأل عن عقيدة الشيخ محمد الأمير رحمه الله، فأجبت أنه استفاد من هذه البلاد لما جاء من علمائها ولا شك في ذلك، لكن هو على مذهب أهل السنة قبل مجيئه، هنا في رحلته إلى الحج من سنة 66، أظن هذه الرحلة كانت سنة 66، هنا يقول: ومما سألونا عنه، يعني في طريقهم إلى مكة، يقول: مما سألون عنه مذهب أهل السنة في آيات الصفات وأحاديثها، كقوله تعالى: ثم استوى على العرش، وقوله جل وعلا: يد الله فوق أيديهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن، ونحو ذلك. فأجبناهم بأن المذهب الذي يسلم صاحبه من ورطتي التعطيل والتشبيه هو مذهب سلف هذه الأمة من الصحابة والقرون المشهود لهم بالخير وأئمة المذاهب وعامة أهل الحديث، وهو الذي لا شك أنه الحق الذي لا غبار عليه، وضابطه مجانبة أمرين وهما التعطيل والتشبيه. فمجانبة التعطيل هي أن تثبت لله جل وعلا كل وصف أثبته لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ من الضروري أنه لا يصف الله أحد أعلم بالله من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: ومجانب التشبيه أن تعلم أن كل وصف أثبته الله جل وعلا لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم فهو ثابت له حقيقة على الوجه البالغ من كمال العلو والرفعة والشرف، ما يقطع علائق المشبهة أو المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، إلى آخر كلامه رحمه الله، ما يدل على أنه كان على مذهب أهل السنة والجماعة قبل أن يحضر إلى هذه البلاد. وما قلناه بحثا في الدرس السابق صار ماله مجرد وهم، ما أدري مش اعتمدت عليه، لأن مذهب القوم هناك في تلك البلاد كلهم على مذهب الأشعرية، بل منهم من هو أشد، فيهم صوفية قلات، فيهم أشياء، وما زال المذهب السائد هناك هو مذهب الأشعري،
ويروج له بعض الشناقط بأنه هو مذهب السنة والجماعة، لكن الشيخ رحمة الله عليه على مذهب السنة قبل أن يحضر نور الكتاب ده. ما أدري موجود إيه، لكن ما بكثرة. من يوسف جده من أيوه، لكن هل هناك إمام مؤثر هناك أثر على المجموعة ولا؟ جد الشيخ إبراهيم إيه، لكن هل نسبتهم كبيرة ولا قلة؟ والمذهب السائد هو الأشعري. الآن الشناقطة يروجون لهذا، حتى الموجودين هنا يروجون مذهب السنة هو مذهب الأشعري. إيه ما في شك أنه إيه ما في شك أنه اشتهر مذهب السنة على يد شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام المجدد وأتباعه، كلهم شهروا المذهب واتصلوا بهم الناس في الحج، وكثرت الاتصالات بين أهل العلم وتأثروا. اللهم لك الحمد. أي كتبتها أتشوف من هنا. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: فائدة في قول الله تعالى لمريم واركعي مع الراكعين. اختلف أهل العلم رحمه الله في المراد بقوله تعالى واركعي مع الراكعين على قولين حكاهما الماوردي والسمعاني والبغوي والنسفي وشيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني وغيرهم، وهذان القولان هما: القول الأول كوني مع جنس الراكعين، كوني مع جنس الراكعين بأن تفعلي كفعلهم وتنظمي نفسك في جملة المصلين. القول الثاني اركعي مع الراكعين، يعني مع الراكعين في صلاة الجماعة، مع الراكعين في صلاة الجماعة. يعني ما من قول من هذين القولين إلا ويمكن أن يقال به في الآية الأخرى اركعوا مع الراكعين. نعم. وجه الأول قالوا لأن الله تعالى قال مع الراكعين وهو أعم، قال الواحد رحمه الله وقوله مع الراكعين ولم يقل مع الراكعات، لأن الراكعين أعم لوقوع على الرجال والنساء إذا اجتمعوا. وذكر نحوه البغوي والسمعاني تعليلا للقول الأول، ولأنه يحتمل أن يتجوز في مع فتكون للموافقة للفعل فقط دون اجتماع، أي افعلي كفعلهم، فإنها كانت تصلي في محرابها. ذكر هذا الاحتمال أبو حيان رحمه الله. وأما القول الثاني وهو أنها تصلي جماعة، فهذا القول نقله ابن الجوزي عن مقاتل قال رحمه الله ومناه اركعي مع المصلين، قراء بيت المقدس. نعم. واختاره البيضاوي رحمه الله، نقلوا ونحو عن أبي السعود، وقال ابن كثير كوني معهم. خطك مو واضح، لابد من العناية به. اختاره البيضاوي رحمه الله وقال أمرت بالصلاة بالجماعة بذكر أركانها مبالغة في المحافظة عليها. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله قد يكون أمر لها بصلاة الجماعة وإن كانت امرأة، لأنها كانت مجردة منذورة لله عاكفة في المسجد. انتهى. ونقل ابن حيان عن الماتريدي أنه قال ولم تكره لها الصلاة في الجماعة وإن كانت شابة،
لأنهم كانوا ذوي قرابة منها ورحم، ولذلك اقتصوا في ضمها وإمساكها انتهى. قال ابن عاشور رحمه الله: قالوا مع الراكعين أن لها بالصلاة مع الجماعة إذن لها، إذن لها بالصلاة مع الجماعة، وهذه خصوصية لها من بين بني إسرائيل إظهارا لمعنى ارتفاعها عن بقية النساء، ولذلك جاء في الراكعين بعلامة التذكير. والذي يظهر والله أعلم أنه لا تنافي بين القولين، فإذا أخذنا بظاهر الآية كما يقول الشوكاني ظاهره أن ركوعها يكون مع ركوعهم فيدل على مشروعية صلاة الجماعة، انتهى كلامه. دخل القول الأول ولا بد، إذ كونها تصلي معهم جماعة ضمن الراكعين، وبلا شك فهي ستفعل مثل فعلهم اقتداء بهم. لا ما هي بنظمات، يجعلها ضمن الراكعين. ويقول هذا إذا علمنا، ويقوي هذا، ويقوي هذا إذا علمنا ما ذكره بعض المفسرين من أنها في هذه الآية أمرت بمقامين: مقام صلاتها وحدها ومقام صلاتها مع جماعة. قال ابن عطية رحمه الله: القول عندي في ذلك أن مريم أمرت بفصلين معلمين من معالم الصلاة، وهما طول القيام والسجود، وخص بالذكر لشرفهما في أركان الصلاة، والعبد يقرب في وقت السجود من الله، وهذا ما يختصان به، وهذان يختصان بصلاتها مفردة، وإلا فمن يصلي وراء إمام فليس يقال له أطل قيامك. ثم أمرت بعد الصلاة بالجماعة فقيل لها اركعي مع الراكعين، وقصد هنا معلم من معالم الصلاة لئلا يتكرر لفظ ولم يرد بالآية السجود والركوع الذي هو منتظم في ركعة واحدة، والله أعلم. في تفسير القيم لابن القيم قال: انتبه لمعنى الآية من قوله اركعي مع الراكعين ولم يقل اسجدي مع الساجدين، فإنها عبر بالسجود عن الصلاة، وأراد صلاتها في بيتها، لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها مع قومها. ثم قال لها اركعي مع الراكعين، أي صلي مع المصلين في بيت المقدس، ولم يرد أيضا الركوع وحده دون أجزاء الصلاة، ولكنه عبر بالركوع عن الصلاة كما تقول: ركعت ركعتين وأربع ركعات تريد الصلاة للركوع بمجرده. فصارت الآية متضمنة لصلاتين: صلاتها وحدها عبر عنها بالسجود لأن السجود أفضل حالات العبد، وكذلك صلاة المرأة في بيتها أفضل لها. ثم صلاتها في المسجد عبر عنها بالركوع لأنه في الفضل دون السجود، وكذلك صلاتها مع المصلين دون صلاتها في بيتها وحدها في محرابها. وبهذا يظهر أن القولين غير متضادين، بل يمكن الجمع بينهما، وعليه فلا يكون هناك إشكال في هذه الآية مع قوله تعالى واركعوا مع الراكعين. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة في قوله تعالى: يا مريم اركعي، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، أن هذه الآية بمنزلة قوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قد قيل ذلك ليبين، قيل ذكر ذلك ليبين أنهم يصلون جماعة، نعم كتابة لأن مع الراكعين، قد قيل ذلك
انهم يصلون جماعه لان المصلي في الجماعه يكون مدركا للركعه بادراك ركوعها، والله اعلم. ها لا لا بس احسن اخو انت بترجع له يوم من الايام اي جزاك الله خير. الان نحل الاشكال ولا ما نحل؟ المتعدية، نعم، الصفة المتعدية. زين، المقصود أن اركعي مع الراكعين واركعوا مع الراكعين. احنا أوردنا الإشكال في الدرس الماضي، إن قلنا إن كان في آية دلالة على وجوب صلاة الجماعة فصلاة الجماعة واجبة على مريم، وإذا قلنا إن الآية في متعلق بمريم لا تدل على وجوب الجماعة عليها فآية الرجال لا تدل على الوجوب، وإنما تدل على الموافقة لهم في كيفية الصلاة وفي الوقت، يعني الموافقة لهم من كل وجه، ولا يلزم من المعية أن تكون مماسة. ومع ذلك يستدل على وجوب صلاة الجماعة بأدلة كثيرة جدا أصرح مما في الآية. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: هدى للمتقين. صرح في هذه الآية بأن هذا القرآن مثل ما تقدم في سورة الفاتحة من تقديم البسملة على السورة أو العكس، والذي يظهر أن البسملة مقدمة لأنه لا يراد تلاوة الفاتحة لتكتب معها البسملة. نعم. صرح في هذه الآية بأن هذا القرآن هدى للمتقين، ويفهم من مفهوم الآية، أعني مفهوم المخالفة المعروفة بدليل الخطاب، أن غير المتقين ليس هذا القرآن هدى لهم. وصرح بهذا المفهوم في آيات أخر كقوله: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، وقوله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وقوله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقوله تعالى: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. الآية الآيتين ولا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد يقول قائل: ما دام الأمر كذلك أنه هدى للمتقين والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر عليهم عمى إلى آخر ما جاء في الآيات، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، قد يقول قائل: ما الفائدة في دعوة الكفار؟ والله جل وعلا يقول نبيه: وذكر بالقرآن
ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. مفهوم الآية أنها لا تنفع غير المؤمنين، فلا تذكرهم، هذا الذي يفهم من ظاهر الآية. ما الفائدة من تذكيرهم رحمك الله؟ ما الفائدة من تذكيرهم والذكرى لا تنفعهم؟ هل هي مجرد قيام الحجة عليهم؟ ونحن نرى أن الذكرى نفعتهم والتذكير انتفعوا به وأسلم كثير منهم، والمؤمنون كثير منهم كانوا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. هل يقال أن الانتفاع بالقرآن من شأن المؤمن؟ من شأن المؤمن هذا الأصل، لأنه هو الذي ينتفع وهو الذي يمتثل، والكافر الأصل فيه أنه رافض وجاحد. فإذا أراد الله هدايته فتح الله قلبه لهذا الكتاب. ظاهر ولا إيه؟ لأنه مشكلة الكلام هذا، إن معناه أنه لا تدعو أحد، ما في فائدة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. تبي تدعوه يزيد في ضلاله وغيه. نعم، إذا كان الله جل وعلا لم يرد له هداية الأمر كذلك، لكن هو لا ينتفع حتى يكتب الله له الهداية، وقد كتبت له في الأزل، فيحين وقتها وينفتح قلبه وينشرح صدره فينتفع. ومع ذلك من يدعو إلى الله من رسله وأتباعهم عليهم من يدعو. المؤمنين يرشدوهم إلى ما ينفعهم، ويدعو غير المؤمنين من الكفار والمنافقين، ويجاهدونهم بكتاب الله، ويجادلونهم بالحكمة والتي بالموعظة والتي بالموعظة التي أحسن يجادلونه. وكم من شخص أسلم بسبب هذه الدعوة؟ ولا يفهم من هذا أن الكافر ميؤوس منه، كما يروج بعض رؤوس الرافضة أنهم لا بثوا دعايات أنهم ميؤوس من هدايتهم، أنهم ميؤوس من هدايتهم، وتلقفها بعض من ينتسب إلى السنة وبعض الدعاة مع الأسف. كل هذا من أجل ألا ندعوهم، لابد من دعوتهم حتى مع اليأس منهم، حتى مع ضعف الاحتمال ندعوهم. وكم من شخص هداه الله جل وعلا منهم. وأما القول بأنهم ميؤوس منهم ولا فائدة فيهم ودعوتهم من باب تضيع الأوقات والجهود، هذا الكلام ليس بصحيح، هذا للصد عن دعوتهم، ويخشى أن تكون هذه الدعاية صادرة منهم لتحصين أتباعهم. نعم، الغالب نعم، أو أنه لا يستفيد حتى يكتب الله له أو يحين وقت هدايته فيهديه الله جل وعلا. نعم، ها؟ كل شيء بإرادة الله ومشيئته وقدرتك، والأزل مكتوب له أنه يهتدي في الأزل، مكتوب عليه وأنه يختم له بكذا، لكن ما دام على كفره هذا وصفه. فإذا حان وقت هدايته التي كتب الله له جل وعلا فتح الله قلبه. لا، هو يستدل بالآيات اللي معنا. هو كافر وش معنى هدى للمتقين؟ مفهومه شو كلام الشيخ؟ أن غير المتقين ليس هذا القرآن هدى، ويدخل في غير المتقين الفساق من المسلمين. الأمر على ما ذكرنا ولا في إشكال في ذلك، والدعوة مطلوبة، دعوة جميع الناس. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.
نعم. بسم الله لك. الآية فين تعود على ماذا؟ عندي الآية. قوله تعالى: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. الآية هي آية واحدة؟ لأني لقبلها استكمل الآيات كلها. يعني إلى آخر الآيتين هذه والتي بعدها. نعم. ومعلوم أن المراد بالهدى في هذه الآية الهدى الخاص الذي هو التفضل بالتوفيق إلى دين الحق، لا الهدى العام الذي هو إيضاح الحق، لأن هناك هداية دلالة وإرشاد، وهداية التوفيق وقبول. هداية التوفيق والقبول هذه من الله، ليست لأحد، لا يستطيع شخص أن يهدي أحدا، لا يستطيع. إنك لا تهدي من أحببت. وأما هداية الدلالة والإرشاد فهي للرسل وأتباعهم، ولا يلزم أن يترتب عليها أثرها، لا يلزم أن يهتدي المدعو. نعم. الذي هو التفضل بالتوفيق عندكم، لا تفضل، الذي هو التفضل بالتوفيق، تفضل الله جل وعلا. نعم. قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، عبر في هذه الآية الكريمة بمن التبعيضية الدالة على أنه ينفق لوجه الله بعض ماله لا كله، ولم يبين هنا القدر الذي ينبغي إنفاقه والذي ينبغي إمساكه، ولكنه بين في موضع آخر أن القدر الذي ينبغي إنفاقه هو الزائد على الحاجة وسد الخلة التي لا بد وسد الخلة التي لا بد منها، وذلك كقوله: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. والمراد بالعفو الزائد على قدر الحاجة التي لا بد منها على أصح التفسيرات، وهو مذهب الجمهور. ومنه قوله تعالى: حتى عفوا، أي كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم. وقال بعض العلماء: العفو نقيض الجهد، وهو أن ينفق ما لا يبلغ إنفاقه منه الجهد واستفراغ الوسع. ومنه قول الشاعر: خذ العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في سورتي حين أغضب. وقوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة. وهذا القول راجع إلى ما ذكرنا، وبقية الأقوال ضعيفة. ما عندك؟ عندكم؟ ها؟ وهذا القول راجع إلى ما ذكرنا، مع أنه مكتوب الراجح عندي، صواب راجع. وهذا القول راجع إلى ما ذكرنا، وبقية الأقوال ضعيفة. فرائض الإسلام جاءت أو جاء كثير منها مجملا في القرآن، مجمل في موضع، بين بيانا من وجه في موضع آخر من القرآن، وتم بيانه بالتفصيل في السنة، وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي وظيفته البيان عن الله مراده. الإجمال جاء في القرآن، قد يجي بعض التفصيل، وأما تمام التفصيل الذي لا مزيد عليه فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما بقي مسألة يمكن أن يسأل عنها في الصلاة التي أمر بها وأقيم الصلاة،
مع ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله. وقل مثل هذا في الزكاة، وجاء الأمر بالصيام بين وفصلت أحكامه في السنة، وكذلك الحج جاء الأمر به وذكرت بعض أحكامه، لكن البيان التام والصورة المتكاملة جاءت في السنة من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. نعم. مع العلماء يختلفون في أنه هل المرأة أن ينفق جميع ماله كما فعل أبو بكر أو لا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد إنك إن تذر ورثتك أغنياء. مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن من كان له سبب ويضمن أن لا يضيع من يمون من تحت يده وثقته بالله جل وعلا تؤهله لمثل هذا الإقدام، لأن بعض الناس قد يقدم في ظرف ثم يندم على ذلك ندم شديد ويتحسر ويتسخط، مثل هذا لا ينفق إلا بقدر الواجب ويا الله. الناس يتفاوتون. جاء الإجمال والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم مبينا، بعض البيان في قوله والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، بين أن المراد بالحق هنا الواجب الفريضة التي هي معلومة مبينة، وأما ما عدا هذا ليس بمعلوم، أنفق ما شئت، يعني مو مقرر محدد. نعم. وقوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، فنهاه عن البخل بقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ونهاه عن الإسراف بقوله ولا تبسطها كل البسط، فيتعين الوسط بين الأمرين كما بينه بقوله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، فيجب على المنفق أن يفرق بين الجود والتبذير وبين البخل والاقتصاد، فالجود غير التبذير والاقتصاد غير البخل. فالجود مطلوب به، مطلوب الجود، والنبي عليه الصلاة والسلام من صفته الجود، ويزداد جوده في رمضان إذا لقيه جبريل، والله جل وعلا جواد، فالجود مطلوب، لكن التبذير والإسراف حرام. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فرق بين هذا وهذا، وبعض الناس لا يستطيع أن يميز بين هذا وهذا، فإذا دخل في الموضوع تعدى ما حد له، كما أنه في مجال التوفير والاقتصاد إذا حزم أمره دخل في حيز التقتير. نعم. فالمنع في محل الإعطاء مذموم، وقد نهى الله عنه نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، والإعطاء في محل المنع مذموم أيضا، وقد نهى الله عنه نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تبسطها كل البسط. وقد قال الشاعر لا تمدحن ابن عباد وإن هطلت يداه كالمزن حتى تخجل الديما، حتى تخجل الديما، فإنها فلتات من وساوسه، يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرما. وقد بين تعالى في مواضع أخرى، يعني ما عنده قاعدة، ما في قاعدة منضبطة في الإعطاء والمنع، لا يتقيد، لا يقيده لا دين ولا عقل، إنما هي فلتات، أحيانا ينفتح يعطي بلا حد، وأحيانا يمسك فلا يعطي شيئا. نعم. وقد بين تعالى في مواضع أخر
أن الإنفاق المحمود لا يكون كذلك إلا إذا كان مصرفه الذي صرف فيه مما يرضي الله، كقوله تعالى: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين الآية. وصرح بأن الإنفاق فيما لا يرضي الله حسرة على صاحبه في قوله: حسرة. وصرح بأن الإنفاق فيما لا يرضي الله حسرة على صاحبه في قوله: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة الآية. شوف، كثير من التجار الذين أنعم الله عليهم ووسع عليهم، إذا بخلوا بالمال في وجوه الخير، وهذا الواقع يشهد به، ينفقون أموالا طائلة لا حد لها فيما لا ينتفعون به لا في دين ولا دنيا، لا في دنيا ولا في آخرة، تتفلت عليهم الأموال، وإن كان عندهم شيء من الشح والبخل تتفلت عليهم رغم أنوفهم إذا بخلوا بما أوجب الله عليهم. يتصدقون في ويبذلون في أبواب وفي أسفار ورحلات شيء لا يمكن حده، يذكرون مبالغ من الصرف والسرف والبذخ في أسفارهم ونزهاتهم، ومع ذلك إذا طلب منهم الشيء اليسير لم تجد بها أنفسهم. والله جل وعلا هو المعطي وهو المانع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أنا قاسم والله هو المعطي. قد يقول بعضهم: والله ما كتب الله لك شيء، ما كتب الله شيء، يبخل بما أمره الله به، ويقول للسائل والقائم على مشروع الخير يقول: الله ما كتب شيء، وما يدريك أن الله ما كتب شيء، لكن أنت أدى الذي عليك ويصير الله كتب. لكن هذه يحتجون بمثل من الحجة الأولى: أن أطعموا من لو يشاء الله أطعمه، نسأل الله العافية. نعم. وقد قال الشاعر: إن الصنيعة لا تعد صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع. لا تعد صنيعة، لأن نائب الفاعل الضمير العائد على الصنيعة. نعم. إن الصنيعة لا تعد صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع. فإن قيل: هذا الذي قررتم يقتضي أن الإنفاق المحمود هو إنفاق ما زاد على الحاجة الضرورية، مع أن الله تعالى أثنى على قوم بالإنفاق وهم في حاجة إلى ما أنفقوا، وذلك في فيما يعرف بالإيثار كما جاء في مدح الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. مع أن الإنسان لم يؤمر بإنفاق جميع ما زاد عن حاجته، ما أمر بإنفاق جميع ما زاد على حاجته، بل يمسك حاجته ويمسك القدر الزائد عليها إلا ما أوجب الله عليه، إلا ما أوجب الله عليه، من زاد على ذلك صار تطوع. نعم. وذلك في قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالظاهر في الجواب والله تعالى أعلم هو ما ذكره بعض العلماء من أن لكل مقام مقالا، ففي بعض الأحوال يكون الإيثار ممنوعا، وذلك كما إذا كانت على المنفق نفقات واجبة كنفقة الزوجات ونحوها فتبرع بالإنفاق في غير واجب وترك الفرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: وابدأ بمن تعول. هذا آثم إذا تطوع بالنفقة
وهو مفرط بما أوجب الله عليه. هذا آثم. يترك الواجب ويشغل ذمته به ويتبرع، وكذلك لو كان مدين لا يجوز له أن يتصدق ولا يجوز له أن يتبرع حتى يقضي ما عليه من الدين. نعم إذا كان الدين كبيرا وأراد أن يتصدق بشيء يسير على فقير محتاج ملهوف أجاز بعض العلماء له ذلك، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الشيء اليسير الذي لا يؤثر في الدين ولو أعطي الدائن ما قبله هذا ما في مانع، يعني مطلوب مئات الألوف ويمر بسائل يعطيه 5 ريالات أو 10 أو شيء من ذلك ما يضر. ومثله لو كان مدينا وأراد أن يحج، حجه بطريقته الخاصة ما يكلف شيء، نفقة السيارة اللي هو بينفق عليها هو في بلده، وأكله وشربه بيأكله ويشربه في بلده. بعض الناس يوفر في الأسفار أكثر مما يوفر في الحضر، شيء يسير جدا والمبالغ طائلة. لو تأتي إلى هذا الدائن اللي يطلب 500,000 600,000 وتعطيه 2,000 3,000 أو قابله، مثل هذا قد لا يؤثر. نعم. وكأن يكون لا صبر عنده عن سؤال الناس فينفق ماله ويرجع إلى الناس يسألهم ما لهم، فلا يجوز له ذلك. والإيثار فيما إذا كان لم يضيع نفقة واجبة وكان واثقا من نفسه بالصبر والتعفف وعدم السؤال. وأما الصحابي الذي مدحه النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الضيف وقدم له طعامه وطعام الصبية وطعام المرأة وأصبحوا أو باتوا جائعين يتضرعون من الجوع، ومدح مدحه النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا آثر الضيف مع مسيس الحاجة لمن يمون، مسهم الضر في تلك الليلة، مع ذلك مدح هذا الرجل. يعني أحيانا في ظرف معين في حالة واحدة أو أحوال يسيرة قد يمدح في مثل هذه الحالة، لأنه خالف هواه ونفسه وشيطانه. وقل مثل هذا في أحد الثلاثة أصحاب الغار الذي ينتظر والده حتى أصبحوا معه اللبن، ينتظر نائم والصبية يتضاغون، يعني وش المانع أن يقسم لهم ويعطيهم ويبقى الباقي للأب؟ لكن القصة سيقت مساق المدح. لماذا؟ لأنه آثر ما يحبه الله جل وعلا على ما يحبه هو، فآثر محبة الله جل وعلا على هوى نفسه، من هنا جاء المدح. والفقهاء يقدمون نفقة الزوجة والأولاد على الوالدين، على الوالدين، نفقة الزوجة والأولاد مقدمة على الوالدين. لكن هل يفعل متدين يرجو ما عند الله ويخشى عقابه أن يقدم ولده على والده؟ هنا من مسألة الفقه، مسألة العمل بالظاهر لكن ما يتعلق بالقلوب. الإنسان إذا قدم ولده معناه أنه قدم هوى نفسه، قدم هوى النفس، وإذا قدم الوالد أو الأم معناه أنه قدم ما يحبه الله ويرضاه على ما يحبه لنفسه. قد يقول أحد في هذا شيء من الاضطراب في الحكم، كيف يوجب عليه نفقة الزوجة والأولاد أوجب مما من نفقة الوالدين، ومع ذلك يمدح إذا قدم الوالدين؟ البر، البر له شأن عند المشاحة، إذا خشي أن
من إذا خشي الهلاك على الوالدين أو على الأولاد وعند المحاكمة والمشاحة والمطالبات عند القضاة تقدم نفقة. لكن لو مثل ما حصل قبل 15 سنة وكذا بالحريق الذي في منى، كان حاج من الكهول حاج ومعه أولاده ومعه أبوه المقعد، احترق المخيم فحمل والديه وهرب، ترك الوالد يحترق لأنه لو حمل الولد احترق الأولاد. فما الذي قدم في هذه الصورة؟ قدم هواه وما يحبه على ما يحبه الله جل وعلا. قد يقول قائل أنه أنقذ نفسين بدل واحدة، وأنقذ شباب في مقتبل العمر، وهذا شخص يعني أخذ نصيبه من الحياة. لا، ما ليست بهذه المقاييس، الشرع لا يقاس بهذه المقاييس. فبر الوالدين وحقهم عظيم، وإن قيل في مسألة المقاضاة والأحكام شيء آخر. الليل كله ماسك الإناء ينتظر الأب يستيقظ من النوم، والصبي يتضاغون من الجوع والعطش، مسألة لبن يقسم لهم ويعود إلى أبيه. لا، خالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما ما حضاك النصح فاتهم. هذا مراد الله جل وعلا، أن تقدم والديك وأنت بر بوالديك على نفسك، تقدم على نفسك. نعم. وأما على القول بأن قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون يعني به الزكاة، فالأمر واضح والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، لا يخفى أن الواو في قوله وعلى سمعهم وعلى أبصارهم محتملة في الحرفين أن تكون معطوفة على ما قبلها، وأن تكون استئنافية، ولم يبين ذلك هنا، ولكن بين في موضع آخر أن قوله وعلى سمعهم معطوف على قوله على قلوبهم، وأن قوله وعلى أبصارهم استئناف، وأن قوله وعلى أبصارهم استئناف، والجار والمجرور خبر المبتدأ الذي هو غشاوة. يعني على ما تقدم تقريره في المقدمة التي يسميها الشيخ ترجمة. نعم. وسوغ الابتداء بالنكرة فيه اعتمادها على الجار والمجرور قبلها، ولذلك يجب تقديم هذا الخبر لأنه هو الذي سوغ الابتداء بالمبتدأ، كما عقده في الخلاصة بقوله ونحو عندي درهم ولي وطر، ملتزم فيه تقدم الخبر. نعم. ابن مالك في ألفيته التي سماها الخلاصة، أحصى من الكافية الخلاصة، أصلها من الكافية، مأخوذة من الكافية، والكافية مطبوعة ومشروحة بحدود 3 أضعاف الألفية. والألفية ضمنت مع ألفية لابن المختار ابن بونة، وهي أيضا مطبوعة. فالخلاصة خلاصة كما قال المؤلف رحمه الله، ومن أراد الزيادات يأخذها من الكافية، ويأخذها أيضا من زيادات ابن بونة. نعم. فتحصل أن الختم على القلوب والأسماع،
وأن الغشاوة على الأبصار، وذلك في قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. والختم الاستيثاق من الشيء حتى لا يخرج منه داخل فيه ولا يدخل فيه خارج عنه. والغشاوة الغطاء على العين يمنعها من الرؤية. ومنه قول الحارث بن خالد بن العاص: هويتك إذ عيني عليها غشاوة، فلما انجلت قطعت نفسي ألومها. هويتك ولا هويتك؟ لعلي إلى من قد هويت أطير. وأما هوى فهو سقط نزل وكان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود. نعم. وعلى هويتك إذ عيني عليها غشاوة، فلما انجلت قطعت نفسي ألومها. وعلى قراءة كانها وضعت له شيء يغطي على بصره فيظنها على خلاف حقيقتها، لما ارتفعت هذه الغشاوة وانجلت هذه الغشاوة قطع أصابعه من الندم واللوم لنفسه. ستدري إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. نعم. وعلى قراءة من نصب غشاوة فهي منصوبة بفعل محذوف، أي وجعل على أبصارهم غشاوة كما في سورة الجاثية، وهو كقوله: علفتها تبنا وماء باردا حتى شتت همالة عيناها. التقدير علفتها وشيها بسورة الجاثية جعل على بصر المعنى شو؟ وجعل على بصره على بصره، لأنه أشار إلى سورة الجاثية. علفتها تبنا وماء باردا، التبن يعلف لكن الماء البارد علف، فيقدر سقيتها. علفتها تبنا وسقيتها، أو يضمن علفتها فعل يصلح للأكل والسقي والشرب، يعني أعطيتها تبنا وماء باردا حتى غدت همالة عيناها. رواية أخرى شتت. نعم. وقول الآخر: ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا. وقول الآخر: متقلدا سيفا، الرمح يتقلد. فالرمح لا يتقلد. نعم. وقول الآخر: إذا ما الغانيات برزن يوما. نعم، متقلدا وحاملا. إذا ما الغانيات، إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون. العيون ما تزجج، الحواجب نعم. زججنا الحواجب وكحلنا العيون. نعم. كما هو معروف في النحو. وأجاز بعضهم هذه الأبيات كلها في شرح ابن عقيل على الألفية، مرة على الطلاب في المرحلة المتوسطة والثانوية، لكن هل يتذكرون شيء من هذا؟ لأن الكتب مسخت، يعني موجودة الألفية بالمعاهد العلمية وشرح ابن عقيل، لكنها مسخت وانتهت. يعني الألفية يقتصرون من الباب الكامل بيت أو بيت ونصف، وأحيانا يحذف شطر ويبقى شطر. كيف يتعلم طالب علم بهذه الطريقة؟
والشروح لعب بها لعب. هذه المعاهد اللي قال لها تأسيس علمي اختلفت اختلاف كبير جدا، فكيف بغيرها من مراحل التعليم الأخرى المتوسطات الثانويات العامة وغيرها؟ حين نقرأ الآن هذه الأبيات ونستذكر ما قرأناه قبل 40 سنة نفسها، وحفظنا لها مثل ما نقرأها الآن، وتصورنا للتقديرات وما يدور حولها كله من ذلك الوقت. فالمعاهد العلمية مباركة وفيها تأصيل وتأسيس علمي، لكن امتدت إليها أيدي العابثين وصنعوا بها ما صنعوا، وأدخلوا فيها كل ما يخطر على بال إلى الكرة دخلت، والله المستعان. كثير من المشايخ الذين نعرفهم من طبقتنا ومن شيوخنا فتواهم كلها على مقررات المعاهد العلمية، حافظوا من النصوص، حافظوا من المتون ما صاحبهم إلى يومنا هذا. والله إني أسمع كأني أسمع شرح مدرس الفرائض في أولى متوسط الآن، ونمر علينا الفرائض في مراحل كثيرة ودرسناه ولا شيء، لأنه في الصبا. يعني واحد الذهن حاضر والحافظة تسعف والفهم طيب والمدرسين بعد عندهم شيء من العلم والإخلاص والحرص، والمعاهد أسست على ما يقلب على الظن أنها على تقوى، فنفعت وأينعت. لكن الآن من أين يأتي الطالب إلى الجامعة؟ بل يتخرج في الجامعة وبعضهم خام جديد ما عنده شيء. بعضهم ما يعرف الكتاب المقرر، يجيب لك سبل السلام وانت تدرسه علوم الحديث أو العكس. ضياع، هذا ضياع. لابد من إعادة النظر في الطريقة الحديثة للتعليم التي سلكت بعد. قد يقول قائل أن التعليم الأول فيه مشقة وفيه كلفة وفيه لا، ما في شيء إلا مشقة. لا يستطاع العلم، لا ينال العلم براحة الجسم، لابد من المشقة، لابد من التعب. الله المستعان. نعم. وأجاز بعضهم كونه معطوفا على محل المجرور، فإن قيل قد يكون الطبع على الأبصار أيضا، كما في قوله تعالى في سورة النحل: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. فالجواب ما يمكن، ما تحتمل مثل آية البقرة، لما بعدها خبر لتكون استئنافية، لابد أن تكون عاطفة وأبصارهم. فالجواب أن الطبع على الأبصار المذكورة في آية النحل هو الغشاوة المذكورة في سورة البقرة والجاثية، والعلم عند الله تعالى: إذ طبع كل شيء بحسبه. الطبع على الأبصار هو الغشاوة. يمدينا ناخذ ولا ما يمدي؟ تم ترابطه اللي بعد. في المنافقين كلها كم باقي على كم إذن عليه؟ ها؟ والله تم ناخذ أخذنا شوي. إيش تقول الشيخ؟ ها؟ اللي ترى، لأنه انتهى ما يتعلق بالمؤمنين وما يتعلق بالكفار، الآن يشرع في ما يتعلق بالمنافقين. وأنتم ترون طريقة المؤلف الاختصار الشديد جدا، حتى الحروف المقطعة ما تكلم عليها. الإنسان يعجب كيف مرت على الشيخ ولا متى، لكن وظيفته في الكتاب البيان، بيان القرآن بالقرآن.
بيان القرآن بالقرآن، يفسر القرآن بما في القرآن، هذه وظيفته الأولى، وعليها درج في المجلد الأول، ثم طرأ له أن يتوسع من نوع من التوسع ويدخل بعض الأحكام الفقهية والنكات البلاغية وغيرها، فصار المجلد الأول فيه الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء، أكثر من 5 أجزاء في واحد بنسبة واحد على 15 من التفسير، في نسبة واحد على 15 من التفسير، يعني لو استمر الشيخ على هذه الطريقة صار التفسير يمكن 4 من هذا الحجم الصغير، بقية الأجزاء كبيرة، يعني الواحد عن 2 من ذول من هذا، رحمه الله الشيخ وأدى ما عليه وبقي الذي علينا. فوصيتي لطلاب العلم أن يجدوا ويجتهدوا. الدرس إن شاء الله في 20 من ذي الحجة إن شاء الله تعالى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. زين والله، طيب ما أدري والله، هذا عند خالد السبت وأنا ما راجعت والله، ما أدري فيكم، أنت راجع وشوف شاجع يا رب سامح.